20 سنة بين الكبار، كانت بمثابة مغناطيس جذب اتحاد بالعباس إلى دور موبيليس الأول بعد مشوار رائع نصب الفريق على مملكة الدور الثاني. البداية كانت بفوز كاسح أمام شباب بتنا بخماسية قبل أن يتعرض الفريق للهزيمة حينما حل ضيفا على اتحاد الشوية. بعدها حصد 16 نقطة من أصل 18، بدأت برباعية أمام جمعية وهران وانتهت بفوز في بتنا أمام المولودية المحلية. بعدها تذبذبت نتائج الفريق خلال 6 جولات بين تعثر وهزيمة وإبهار، تلتها 6 أخرى عرفت فيها النتائج الإيجابية طريقها إلى بيت الأخضر والأحمر. قبل أن يخسر الفريق في تنقلين متتاليين أدخل شكا في نفوس البلعباسيين، ليحقق بعدها سلسلة من 8 لقاءات دون هزيمة أكدت أحقيته ليس بالصعود فحسب لكن بالتربع على عرش البطولة. القيادة بدأت في الجولة الأولى ثم سلمت في الثانية قبل أن تستعاد في السادسة ليمنح تعثر الفريق أمام مولودية صعيدة الريادة لجمعية وهران في الجولة 13، لكن العقارب اقتنصوها في الجولة الموالية وحافظوا عليها إلى النهاية. 55 نقطة توجها 15 انتصارا و10 تعادلات نتيجة 40 هدفا دكت مرمى الخصوم، فمنحت النادي لقب أحسن هجوم مناصفة مع جمعية الخروب وأحسن هدافين، فسجل أشي وأزنجي أكثر من نصف أهداف الفريق. ملعب 24 في فري كان مقبرة الخصوم، وبينما تجرأت 5 فرق على اقتناص 5 نقاط منه لم يقوى أحد على الإطاحة بالمكر فوق ميدانها. قوة الفريق تجلت أيضا خارج أسوار الولاية، ورغم أن الهزائم 5 سجلت في تنقلاته إلا أنه خطف 20 نقطة كاملة، 5 انتصارات ومثلها من التعادلات. نقاط الدربيات عادة ما صنعت الفارق، فأدرك أبناء المكر ذلك وحصدوا 17 نقطة من 8 مباريات، بينما كانت دورياتهم الشرقية ثقيلة الغلة في 24 نقطة من أصل 36 رجحت فرضية التعامل الجيد لعبد الكريم بيرا مع فرق الشرق. هجوم قوي بلاعبين ذوي خبرة وتأطير ذي حنكة سير على مرحلتين بطريقة رشيدة، فكانت النتيجة عودة الكبير إلى مصاف الكبار بعد أن أبهر وخطف الأنظار.